بعد ظهور النتيجة بقى بتاعت الثانوية العامة بندور على التنسيق عشان الطالب يشوف او الطالبة هنقدم في انهي كلية، هنتقبل في انهي كلية. بيبقى مهم برضو ننقل لحضراتكم اي اخبار متعلقة بالتنسيق بتاع الجامعات. المجلس الاعلى للجامعات اقر قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات في هذا العام الدراسي 2022-2023. وأكد المجلس أنه هيتم العمل بنفس قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي وفقا لقواعد القبول. المفروض من المقرر يعني أنه هيكون توزيع 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، وال 1500 دول بيتقسموا 500 طالب من شعبة العلوم و500 طالب من الرياضيات و500 من الشعبة الأدبي، فمجموعهم 1500 طالب وطالبة بيتم ترتيبهم وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، وبيتم استثنائهم من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها لما بيتم توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني. فطبعا بيبقى من حقهم أو مسموح لهم يختاروا الكلية في أي موقع جغرافي حتى لو بعيدة عن مكان سكنهم نظرا لتفوقهم. ويعني كل التوفيق طبعا لكل الطلبة والطالبات طلاب الثانوية العامة، إن شاء الله يعني تستقبلوا النتيجة وتسمعوا أخبار جميلة وتحتفلوا جميعا بالنتائج اللي انتوا حققتوها من الثانوية العامة.